الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. المصارحة والمكشفة هو يعني نهج القيادة السياسية منذ البداية، والآن هناك مطالبة للمسؤولين الكثير، وإحنا اعتبرناها طبعا انتصار للإعلام ورد اعتبار للإعلام المصري الفترة اللي جاية، بأهمية التواصل وأهمية تقديم المعلومة للمواطن المصري، أهميته وأهمية التوقيت. يعني طبعا أهميته إنه ده زي ما قال الرئيس، زي ما قال هو إنك أنت بتفهم الناس، إنك بتحط الناس في الصورة معاك. المسؤول اللي بيطلع يتكلم بيطلع يتكلم بمعلومات، بيطلع يتكلم بيقدم للمواطن المصري الحقيقة. نعم. المشكلة بتاعتنا انه الفترة الماضية، واحنا طالبنا بذكاء اعلاميين وصحفيين كثير، انه لما ما كانش في كلام مع الناس كان الناس نهبا لوسائل تواصل وقنوات وابواق اخرى بتشوه الصورة، بتنشر شائعات واكاذيب. اي مشروع كان بيطلبوا فيه كل السبل. صحيح. كنا كاعلاميين بنقوم بدورنا، دورنا المساند للدولة، حضراتكم في القناة الاعلامية في الصحافة. كانت المشكلة انه هناك حلقة مفقودة بيننا وبين المسؤولين. النهارده الرئيس السيسي بفهم ووعي كبير جدا للتحديات اللي تواجه الدولة، وبفهم ووعي كبير جدا لأهمية المصارحة مع المواطن ودور الإعلام الوطني. النهارده تحدث وطالب الحكومة انها تخرج تتحدث للناس من خلال الإعلام، وانه يفهم الناس، وحتى قال كلمة ان المصارحة مش عيب، وهذا كلام مهم جدا. صارح الناس، لأن الرئيس عنده ثقة في المواطن المصري انه عندما يفهم الأمور ويفهم الأوضاع جيدا بيستوعب ويقف بجانب دولته. المواطن المصري حريص جدا أن يساند دولته، لكن المهم أنك تقول له هذه الصورة. أعتقد أنه هذا توجه واضح عند الرئيس وعقيدة واضحة عند الرئيس هو الحليف، وده اللي احنا شفناه على مدى العشر سنوات الماضية منذ أن تولى الرئيس. لم يخفي معلومة، يتحدث بصراحة ووضوح وبالمعلومات للمواطن، ولذلك حتى كنا نلاحظ أن المواطن يطمئن عندما يتحدث الرئيس لأنه بيجد المعلومة بتوصل له. الرئيس كان يجري في منتديات الشباب والمنتدى العالمي للشباب ومؤتمر الوطني للشباب، كان بيجري حوارات صريحة مع الشباب ويستمع أشد الانتقادات وأشد وأقوى الأسئلة ويجيب عنها. ده ليه؟ لأنه مؤمن بالمصارحة، مؤمن بالحوار، مؤمن بأن المواطن من حقه أن يفهم ويدرك ويستوعب المعلومات وتقدم له المعلومات وهو يحكم، والمواطن المصري ذكي وقادر أن يفرز. صحيح. وقادر أن يفهم الحقيقة. وبالتالي طيب. أعتقد أن النهاردة تكليف، أنا بعتبره تكليف واضح. أولا زي ما قال زميلي الدكتور محمد بدر، هو انتصار، وزي ما قلت حضرتك هو انتصار للإعلام ولدور الإعلام الوطني. اثنين، هو تكليف من الرئيس للحكومة ولكل أعضاء الحكومة بأنهم يخرجوا إلى الناس ويتحدثوا إلى الإعلام، وأن هذا ليس خطأ وليس عيب وليس ضد الحكومة، بالعكس ده لصالحها ولصالح إفهام المواطن المصري حقيقة، في صالح الرأي العام دون أدنى شك يا أستاذ أحمد. دكتور محمد الباز أيضا يعني يمكن في ختام حوارنا قال لي أنه من المهم جدا كيف تقدم، لأن كان في يعني وفقا لكلامه كان في تحفظات على هذا الأمر، كيف تقدم المعلومة للمواطن، كيف تطرح المعلومات بشفافية، يعني من وجهة نظرك يعني إزاي تطرح المعلومة من قبل المسؤولين؟ خليني أقول لحضرتك على حاجة. إحنا أولا ليس لدينا ما نخفي، ما تحقق على أرض الدولة المصرية من إنجازات يكفي أنك أنت تكلمي به الناس تشرحله، ما تواجهه الدولة من تحديات يكفي أنك أنت تشرحي بس التحدي وتشرحيه بشكل معلوماتي حقيقي للناس. انما مجرد انك انت تتخيل ان اغلاق الباب على نفسك واغلاق مكتبك على نفسك ده هو كفايه، وانك انت تشتغل وتنجزي، لا، المواطن الذي بيبقى شريك. وصول المعلومه للناس انها تصل بشكل بسيط، تعرفي تقدم الناس ازاي، ودي برضو على فكره مشكله بتواجه بعض المسؤولين، انه قد يكون يعني عنده قدره او عنده معلومات مهمه لكن مش قادر يوصلها للناس. وهنا رقم واحد حسن اختيار المتحدث الاعلامي اللي يتحدث باسم الوزارة أو الجهة. اثنين، نركز على النقطة دي يا أستاذ أحمد أرجوك، وإنه يرد كمان على التليفون. بالضبط. اثنين، إنه مفيش عيب إن يبقى عندك أكثر من وكيل وزارة أو مسؤول كبير مسؤولين عن الملفات ياخدوا دورات في الحوار الحديث إلى الناس.
ويتكلم ازاي يكلموا الناس، ايه المعلومه اللي تقال للناس، مش بقول انك تخبي معلومات، لكن ازاي تقال هذه المعلومه للناس، ما تبقاش معلومه جامده، ما تبقاش معلومه جافه، لما معلومه توصل باللغه البسيطه اللي يفهمها اهل القرى واهل الصعيد واهل بحري، المواطن البسيط والمواطن المتعلم والمواطن المثقف، ازاي تقدر تخاطب الناس بهذا الشكل؟ احنا كاعلاميين وكصحفيين بنقدر نعمل هذا الدور، لكن كمان مهما احنا عملنا لن نغني ابدا عن دور المسؤول لما يخرج ويبقى عنده ثقافه الحديث للناس، فلسفه يقدر يوصل بها للناس، وده اللي احنا بنشوفه حتى الرئيس بيتكلم بلغه بسيطه مع الناس، طب ما المسؤول قادر انه يتكلم بهذه اللغه اذا قدر يستوعب ده وده يستوعب الفلسفه دي. ومش عيب بالمناسبه انه حتى الوزراء يكون في تدريبات معينه في كيفيه او فلسفه الحديث مع الراي العام، احنا بنشوف الكورسات دي في كل دول العالم، يعني ده مش عيب بل بالعكس ده المفترض اكيد. المفترض ان احد مقومات الوزير انه رجل سياسي يستطيع ان يخاطب الناس وعنده هذه الموهبه، واذا لو مش عنده مفيش عيب انه ياخد دوره فيها وياخد دورات ويلجا للمتخصصين عشان لغه الخطاب بتاعته ازاي؟ لغه الجسد حتى وهو بيخاطب الناس ازاي؟ بالمناسبه ده مش عيب الكلام ده ان احنا نقوله، الدوله الحمد لله بتتبني وفيها انجازات وفيها شغل كتير جدا بيحصل على الارض، النهارده كل يوم في انجاز يظهر، بس ازاي تقدمه للناس؟ طب النهارده في تحديات، في تحديات على حدودك الأربعة، في تحديات في أزمات عالمية، في تحديات في مشاكل كتيرة جدا، طب النهارده ازاي توصلي الأزمة الاقتصادية العالمية للناس وتخليه فاهم يعني إيه أزمة اقتصادية ويعني إيه تداعيات عليه؟ ازاي تخليه فاهم إيه مشكلة الكهرباء عندك؟ إيه مشكلة اللي خلتك تعمل تخفيف أعمال لمدة ساعتين مثلا في اليوم؟ المواطن لازم يفهم ده بلغة بسيطة مش لغة أرقام فقط. والمواطن من حقه إن هو يعرف، وفي نفس الوقت المواطن المصري عنده وعي كبير جدا يا أستاذ أحمد، وأعتقد إحنا يمكن آخرها شفنا المظاهرات اللي خرجت مؤيدة للقيادة السياسية في دعمها للقضية الفلسطينية وفي حفاظها أيضا على أمنها القومي، ده دليل على وعي كبير جدا وإدراك بحجم التحديات وإدراك بالمسؤولية وإدراك بما تم أيضا في سبيل الحفاظ على البلد وأيضا دعم القضية. اولا المواطن صاحب الحق الاول في ان يعرف المعلومه، لان هو اللي كلنا بنعمل من اجل هذا المواطن، وبالتالي من حق هذا المواطن ان احنا نقدم له المعلومه اللي تشرح له الوضع ازاي، رقم واحد. رقم اثنين ان كل التجارب على مدى السنوات الماضيه اكدت ان المواطن المصري لن يفر في دولته ولن يسمح ابدا لدولته انها تواجه لوحدها، كل التجارب السابقه قالت هذا الكلام، بس حطيه في الصوره، اشرح له الوضع، هو ده اللي الرئيس بيطلبه، عشان كده ده احنا رهنا على المواطن رهان دائما، لازم المسؤول لازم مدرك ان الرهان على المواطن هو الرهان الكاسب في كل الاحوال، بس اشرح له وفهمه الوضع وتحدث معاه وتحاور معاه، وبعدين انا بشوف كمان زيارات ميدانيه بتنزل للوزراء، طب ما انت وانت بتنزل زياراتك الميدانيه ممكن تلتقي مع مواطنين، لازم تشرح لهم، لازم تفهمهم الوضع شكله ايه. هو ده اللي احنا طالبنا بيه، وحضراتكم لو يعني لو الناس تتذكر على مدى السنوات الماضيه بنطالب المسؤولين اخرجوا تعالوا اتكلموا، انا مش عايزك تيجي ضيف عندي او مش عايزك تتحدث معايا في حوار لمجرد ان عايز اتباهى انك طبعا حقك، لكن انا عايزك عشان تفهم الناس، عايزك عشان تشرح للناس، فالنهارده التكليف الرئاسي انا اعتبره انه نقطه تحول مهمه جدا، اعتقد ان الحكومه عليها ان تتعامل مع هذا التكليف الرئاسي بشكل سريع، وان يكون في اجراءات بالفعل اولا للخروج للحديث للناس، تكليف متحدثين اعلاميين قادرين على الوصول للناس والتواصل مع الاعلاميين والصحفيين، ثلاثه البحث عن المسؤولين عن الملفات المختلفه في كل وزاره، اللي عايز يتاهل يجب ان يتاهل، اللي قادر يكلم الناس يطلع يتكلم الناس، بلاش الارقام الجافه، يبقى في لغه خطاب قريب من المواطن البسيط. نعم، الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بشكرك شكرا جزيلا.